نيجي الموضوع تاني وكثيرا ما تكلمنا عنه في برنامجنا والقناة هنا، وهو المدارس اللي ما بتشرش الأهالي في الحاجات اللي مش صح اللي بتتعمل جوه، اللي هم حاطين عليها طابع الحرية. في مدرسة في ساكرامنتو، مدرسة ابتدائي، مدرسة كده يعني أكيد طبعا مش بكيفها يعني، أو مش لوحدها يعني، في ناس كتير معاها، فكرت إنها تعمل كلاب للمثليين، وقالت يعني ما معناه خليك زي ما أنت، أنت أنت يعني ما تتغيرش، عايز تكون إيه، مش البنات مع بنات، ولاد مع أولاد. وعملت الكلاب ده من سنة كام يا سادة؟ من سنة رابعة ابتدائي لسنة ستة ابتدائي، دول مسموح لهم يجوين الكلاب. طب انتوا لما الولاد على فكره اللي تحت دي مش المدرسه، دي البرنسبل اللي شايفه ان الامر عادي وما اعتذرتش ابدا، دول اولياء الامور، ده ديلي ميل اللي منزله ده وبعض المواقع طبعا. الكلام ده طبعا الاهالي ثارت طبعا لما عرفت من طفل ان في كلاب زي ده معمول في المدرسه. طيب المدرسه دي ما خدتش راي الاولياء الامور، وخلينا نحط 100 خط تحت كلمه او الجمله دي انها ما خدتش راي اولياء الامور. ده دلوقتي 24 مارس، بعدين مش هتبقى موجوده خالص لو فضلنا ساكتين. 24 او في سنه 24 مارس دلوقتي الاولياء الامور راحوا وعملوا الهيصه دي، وازاي تعملوا زي ده. طب حضرتك لما عامله كلاب للمثليين او تعلمي ده للولاد جوه المدرسه، ايه الماده العلميه يعني؟ معلش خلينا ناخد وندي سوا، حضرتك هتعلميهم ايه في الكلاب ده؟ هيتخشوا الكلاب او يعني ده يتفرجوا على ايه؟ افلام؟ لعب؟ هيلونوا حاجة معينة؟ هيعملوا ايه بالظبط؟ وازاي طفل عنده 8 سنين 9 سنين نتكلم معاه في الامور دي؟ ليه مصرين تقحموا نفسكم في حياة أطفالنا؟ أيوة أطفالنا. على فكرة من كام سنة يعني أنا مدرسة من مدارس ولادي كان فيها كلاب زي ده، ومش كده وبس، ده كانوا باعتين مع الولاد ورقة يعني للولاد مش لينا، يعني مش بيستأذنونا احنا، لا ده الورقة دي جوه علشان يجيبوا الولاد للكلاب ده. حصل ودخلنا مثلا اللي كان موجود على صفحة المدرسة وشجبنا الموضوع ده، مش قادر أقول لحضراتكم كمية الهجوم اللي جت علينا بسبب الرد ده. بس الحلو في الموضوع إن إحنا أولادنا لازم نتكلم معاهم، المشاكل هتكون حوالينا على يعني يمين وشمال مش هتقدر تمنعها، لكن أنت تقدر تسيج حوالين ابنك، البيت، الكنيسة، على قد ما نقدر لازم نقول لا، لازم نقول لا. كان في بيتيشن كان معمول اليومين اللي فاتوا، كان دخل دكتور نبيل سليمان وكان مع مدام ناديه في البرنامج، وانا يمكن تاني يوم بعت ايميلات لكل لسته الايميلات اللي عندنا بالبيتيشن ده علشان خاطر القوانين اللي موجوده في كاليفورنيا بالامر ده. كاليفورنيا مع الاسف ده اكتر ولايه، يمكن في ولايات تانية زي نيويورك وغيرها، لكن اللي بيطلع من كاليفورنيا هيفرشها على الولايات كلها. خلي بالكم من الولاد، مهم نتكلم معاهم، حتى لو يمكن ولادنا دلوقتي ما بيكلموش كتير، اهو نسحب منه كلمتين على قد ما نقدر، بيقولوا لك ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي بيتعمل. نقف وقفات جريئه. اللي الناس اللي ما وصل لهمش البيتيشن ده بالايميل، دوروا في الجنك او في الاسبام ممكن يكون، كلمونا لو انتم ما وصل لكمش نقدر نبعت لكم. ده لازم يكون في وقفه. اللي عايز تفاصيل اكتر، كانت ثيودورا نزلت وعملت تقرير اكتر من رائع في الكنيسه اللي كانت عامله وقفه للموضوع ده، وكانوا بيتكلموا عن الامر ده، موجود على صفحه القناه، وموجود الحوار بتاع دكتور نبيل سليمان مع مدام ناديه برضو على صفحه القناه. ادخلوا اسالوا اكتر واعرفوا اكتر، ما نسكتش. لو انت مش معاك اي معلومة كلمنا واحنا نديها لك. لو المهم بس تكون هنا من كاليفورنيا، والبيتيشن ده لازم يوصل لهم بالبريد على قد ما نقدر، ويكون في اول اسبوع من ابريل. بليز يا جماعة، عايز اي معلومة
ادخل على صفحة القناة، الحوار اللقاءات الجميلة اللي عملتها في إدورة والتقريرات الرائعة اللي اتعملت هتتفرج عليها وتفهم ايه الموضوع. الحوار اللي اتعمل مع دكتور نبيل سليمان ومدام نادية في البرنامج بتاعها هتفهم ايه الموضوع. كلمونا من فضلكم، والأكتر والأكتر نتكلم مع أولادنا، ما تزهقوش، هما بيزهقوا بس انتوا ما تزهقوش، لازم تكلموهم.